بقولك يا تيولين، هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ركزي بقى يا ماما، عايزه اركز في المسلسل بتاعي. يلا طب قولي بس ايه اللي هيحصل. مش عارف يا ستي، مش عارف. طيب انت رخم جدا. ماما ماما هناكل حاجه النهارده. الله، دول جايبين التزحلق على التليج. انا عايز جدا اتزحلق على التلج كمان مع الكلاب. واو، ده في مسابقه جامده جدا. ايه ده بجد، في المسابقه دي يا جوليان؟ ايوه في المسابقه دي. عايزين ان احنا نروح بقى نادي ماما عشان نروح على طول. التلفزيون بيعلن عنها، بصي اتفرجي اهو. الله، ده في كلاب كتير جدا وبيتزحلقوا كلهم على التلج. مش بقولك المسابقه دي هتكون جامده جدا، لازم نجري نروح بقى فيها كلنا. طيب ماشي اوكي، انا معاك عامه في اي وقت عايز ان احنا نروح نروح. طيب انا نادي ماما بقى عشان تظبط لنا الشنط ونروح على طول. طيب ماشي اوكي، براحتك يا جنان، انا كده كده هاجي معاك ونتسحل انا وانت على التلج. اوه جيليان ده بيفهم قوي وبينقلنا حاجات تحفه، هيروح كمان المسابقه بتاعت التليج. واو، ماما فين؟ يا ماما يا ماما. طيب اول حاجه هحضر معايا الشنطه بتاعتي عشان ماما اول لما تيجي هقول لها على كل حاجه ويكون شنطتي كمان جاهزه. ايه ده، والله انت هتظبط الشنط؟ ايوه هظبطها. ايه ده، ده الجو برد جدا، يا ترى الاولاد بيعملوا ايه بقى؟ انا خايف عليهم جدا من البرد ده. ماما ماما. ايوه يا اما، نعم يا حبيبتي نعم. بصي بقولك ايه، جوليان عايز ان هو يروح رحلة للايس لاند عشان يتزحلق هناك مع التليج. واو، فكرة حلوة جدا، بس طبعا لما ابوك يجي. لا طبعا هو شكله مستعجل قوي يا ماما. طب انا اشرب كوباية نسكافيه بس شوف الموضوع ده. ايه، انا كده ظبطت الشنطة بتاعتي كلها، حطيت الفرشة وكل حاجة. جوليان يا جوليان. ايه يا اما، قلتي لماما؟ اعتقد ماما موافقة لان هي بتقول هتشرب النسكافيه وتشوف الموضوع ده. ايه ده بجد، واو، ايه ده، انت بتقولي ماما مش موافقة؟ ايوه بقول لك شغلها كده مش موافق. انا مش فاهمة هي بتقول ايه. لا اكيد طبعا ماما هتوافق، انا مش هقدر اصدق، انا هموت واروح دلوقتي. ماما بقول لك جوليان منهار فوق عشان قلت له انتي مش موافقة، فممكن تطلعي تكلميه. طيب خلاص ماشي، هطلع اكلمه لما نشوف اخرتها معاكو. ايوه يا جولي. لا يا ماما انا متضايقه جدا، عايز ان انا اروح اتزحلق على التلج في ايسلاند لو سمحتي يا ماما، مش هينفع كده. طب يا حبيبي، طيب بس الجو برد قوي. لا يا مامي ما تقلقيش، هننبسط جدا. طيب يا حبيبي. ايه ده يا مامي، لو سمحتي بقى خلينا نروح يا مامي، احنا بنحب الحته دي قوي يا مامي. طيب ماشي اوكي، هنروح ماشي مفيش مشكله، بس الاول اشوف مع ابوكو. لا يا ماما نروح دلوقتي لو سمحتي، انا حضرت الشنطه بتاعتي يا ماما، وانا كمان يا مامي حضرت الشنطه، يلا نروح بقى دلوقتي. يوم ايوه يا مامي، بليز بليز عشان خاطري، اي بروميس انا مش هنعمل اي مشاكل هناك ولا هنعمل اي دوشه. ايه، انا جاهزه ولبست كمان الايس كاب بتاعتي. وانا كمان يا ماما لبست بروفر ولبست تقيل قوي، ما تهلقيش. ماشي يا جماعه، ده انتوا شكلكم مظبطينها وناويينها تمام. اه يا مامي ايه رايك بقى؟ طيب خلاص يلا دينا نروحنا بقى ايسلند لما نشوف ايه اخرتها معاكم. الله يا مامي، الله دي حلوه جدا يا ماما، انا عايزه اشوف بقى فين اللي هو الكلاب دي عشان اتزحلق معاهم. طب يا حبيبي روح شوف اللي انت عايزه، يلا بقى عشان نروح. اوكي. اه يا مامي بجد تعبت يا مامي، الجو برد اوي هنا يا مامي، وانا كمان عايز اتزحلق على الكلاب، اشمعنى هو؟ ماشي يا حبيبتي، اتزحلق على الكلاب زي ما انت عايزه. ايه، الله ده المسلسل هنا، الله ايه ده، ده هنا المكان تلج قوي وصراحة كله مرعب قوي، انا خايف عليكم جدا. ما تقلقيش يا مامي، احنا هنكون كويسين، انا عايز اركب الجيسكي ده قوي. ممكن ممكن يا مامي اركب الجيسكي ده؟ لا يا حبيبتي خطر جدا، مش هينفع، انا اصلا هشوف اخوكي جوليان راح فين، الواد ده هيجنني، خليني شد شعري، انا هنا جنبك يا ماما ما تقلقيش. طب انت عايز تركب بقى ايه؟ يلا جوليان عشان عايزين نمشي بقى عشان اختك كده هتبرد، ما تقلقيش يا مامي. طيب خلاص اوكي، بصي الله يا مامي، بصي انا عايزه كل الفشار والايس كريم اللي موجودين دول. الله الله، ده شكلهم حلو قوي يا مامي، ده هنا الناس بتصطاد سمك ولا ايه؟ لا طبعا مش بنصطاد سمك، احنا بنحط السمك جوه عشان نخاف عليه ما يجريش تاني في الميه. الله، بصي يا مامي ممكن ناكل بقى من هنا. طيب ماشي يا جوليا، نجيب اللي انت عايزه، عايزين صراحة برجر.
اوكي عندنا بقى في برجر حلو قوي موجود النهارده عشانكم، وفي كمان هوت دوج لو انتوا ما بتحبوش البرجر. اوكي ممكن اخد برجر احسن، انا هاخد واحد برجر. وانت تاخدي ايه يا مامي؟ لا انا مش جعانه دلوقتي يا حبيبي، كل انت بس وروح العب بقى عشان نتزحلق. بدأت تتزحلقي معايا؟ لا طبعا مش هتزحلق معاك، انت عارفني بخاف من الهوا. طيب خليكي انت هنا بقى كده، وهروح انا اتساوى اتزحلق في كل حتة. اهو بصوا بقى اكل الكلب البرجر بتاعي عشان يحبني. انت بتعمل ايه يا كابتن؟ انت ما ينفعش تاكل الكلب ده حاجه خالص. اه طبعا ما ينفعش انت تاكله خالص البرجر ده، ده خطر عليه جدا. ايه ده انا كنت جايبه ليه يعني هو خطر عليه؟ اه طبعا ما ينفعش تاكل الكلاب خالص الحاجات دي. طيب خلاص خلاص انا اسف انا اسف. انت هتخش معانا المسابقه؟ ايوه. عايز تاكله معايا طب البرجر ده؟ لا لا شكرا مش عايز اكل حاجه. ليه؟ طيب قول لي بس انت مش عايز تاكل معانا ليه؟ الله يا مامي شفتي البابي فظيع ازاي شكله حلو قوي. اه مش بقولك البابي شكله فعلا جميل؟ الله يا مامي ده شكله حلو جدا. الله انا بحب جدا الكلاب يا مامي، بليز عايزه اعمل مسابقه مع جوليا. لا 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 بصي لما نشوف الاول هو هينبسط، ولو ما انبسطش تبقى تركبي انتي. اوكي طيب ماشي يا مامي. اوكي لما انبسطش هركب انا. الله دي شكلهم الكلاب هنا حلوين قوي، عايزه العب معاهم الصراحه كل يوم شكلهم يجننوا. يلا يا جماعه اي طفل تحت 20 كيلو مش هينفع ان هو يركب معانا، وكل واحد يطلع يركب بقى دلوقتي. اوكي مستعدين؟ ايوه مستعدين. طيب يلا بقى مين هيركب الاول واحد؟ يلا بينا. انا ممكن اركب اول واحد، انا بحب جدا. اوكي يلا بينا. انا خايفه جدا بجد الموضوع شكله خطر قوي على جولين. هو ينفع الولد يركب؟ اه حضرتك ما تقلقيش خالص، احنا هيركب وهيكون تحت عينينا، وهيكلب هو اللي هيزقه وهيكون موجود معانا. اوكي ما تقلقيش خالص. ايوه يا ماما انا متحمس قوي، عايز اركب لوحه التزحلق واتزحلق على التلج بالكلاب، يا ترى اعرف ان انا العبها. بص بقى انت هتمسك هنا، تمسك كويس، بعدين هنجري بقى بيك على طول. اوكي ماما توحشيني، خلي بالك يا ابني على نفسك. مامي انا خايفه على جولين قوي. اسكتي بقى عشان انا كمان خايفه عليه قوي. اسكتي بقى ماما انا خايفه على جولين، لو سمعتي خليه ينزل. استني بقى يا ماما هنتفرج عليه دلوقتي ونشوف هيعمل ايه. اوكي يا ربي الولد ده يعرف ان هو يركب عشان انا قلقانه عليه قوي، انا كنت شايفه ان هي فكره مش كويسه. اه يا مامي فعلا انت ازاي وافقتي؟ المفروض ما كنتيش توافقي خالص، انا خايفه جدا على جولين يا مامي، اكيد هيطير من عليها. بس بقى خلينا نشوف ايه اللي هيحصل.